إذا كنت من المهتمين بالضمان الاجتماعي بشكل شخصي أو عندك مؤسسة فردية أو شركة أو ضابط ارتباط وحابب يكون عندك معرفة شاملة بالقانون والأنظمة وكيف بيشملوا المنشآت والعاملين وشو المنافع اللي بيقدمها الضمان وتوصل لمرحلة تخليك متمكن وقادر على تطبيق القانون وتتجنب كتير من الغرامات والفوائد اللي بتترتب عليك لأنه ما عندك معرفة بقانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته. عشان هيك وفرت المؤسسة بالشراكة مع الجامعة الألمانية الأردنية البرنامج التدريبي ضابط ارتباط معتمد للضمان الاجتماعي اللي رح يتضمن الشرح النظري والتطبيق العملي من خلال مدربين متخصصين بقانون وأنظمة الضمان الاجتماعي الاشتراكات، المنافع التأمينية والخدمات الإلكترونية وبعد ما تنتهي الدورة بيحصل المشارك على شهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يبدأ برنامج الدورة الأولى يوم الأحد الموافق 22/3/2020 في مبنى كلية الدراسات العليا للأعمال الجامعة الألمانية الأردنية في مجمع الملك حسين للأعمال لمدة 40 ساعة على مدار أسبوعين من الأحد حتى الخميس ومن الساعة 12 الظهر حتى الأربع المساء. ضمانك أمانك.